السلام عليكم. عليكم السلام. شو اسم حضرتك؟ رطية سعد. أرملة؟ أي. كم يتيم عندك؟ بس هاي ولد وابنية. وابنية. هاي البنية. هاي البنية. أي. والولد؟ طلع ويا ولد عمه. قل عمره؟ عمره 12. 11 سنة. مدارس؟ لا والله ما بهاي البنية بصف ثاني وبطلتها. ليش بطلتي؟ هسا صاحباتها بصف ربع ويا. ليش بطلتيها؟ بطلت حالتها تعبانة. هل بطلت المدرسة؟ لا مصاريف لا مدارس. شو اسمك انت عمو؟ أحلام ياسين. أحلام؟ بطلتين المدرسة على مشن على مصرف؟ إي والله مصاريف وملابس ويعني شغلتها تعبانة ما قدرت أخليها. هل بطلت؟ زين أنت هاي المنطقة شو يسموه؟ إيجاروية. زين أجار بيت أجار ملوك هذا؟ لا والله أجار. إيش قد أجاره؟ إيجاره 100. كم غرفة بي؟ بيذني غرفتين وهذا المطبخ وهذا البرام. وين مطبخك؟ هذا المطبخ. شوفه هذا المطبخ مالتك؟ اي كمان طباخك؟ هذا تطبخين عليه هذا؟ اي هاي كله نطبخ عليها كل شيء ما عندي. هاي شو تطبخين عليها؟ ها والله العظيم حتى نفط ما عندي اجيب النفطات من زيارة الوالد ما راح اجيبها النفطات اطبخ عليها. لا طباخ وخلينا بس وحدة هم خلت تعلم مود التنور. زين انت كهرباء ما عندك؟ اي من الكهرباء؟ اكو وطن عندك؟ وطني والله انا جرت حتى ابو لاجار قلت له خلى من لاجار قال لا الا انت قاعده بالبيت الكهرباء عليك ورحت يا اخي شكلت واير من الزينه الواير من مشو. ايه ورحت حطيت 15 والله هم تدين من واحد وجبت شكلت بالكهرباء. هاي الكهرباء الوطنيه؟ ايه الوطنيه. مولد لا مولد ما ليش ما عندك؟ ما اقدر اتمكن المولد ولا الاجار. أمس جانب ابو الاجر والله خلا وراح ما حصل اجر من عندي قلت له ما عندي. قل اجاره بالشهر هذا؟ 100 شهر. 100؟ ايه. بعد شنو معتازه انت؟ والله لا عندي لا طبخت شوفن هاي. طبخ ما عندك بعد؟ ولا معون مال معي ولا مصرف متحمله والله العظيم حصل علي بلاكيت سيجاره جبن كل شيء ما عندي. والله حتى من هذا المعون مال خزان ما عنده هذا واحد مكسور من جهه. سيتي الكهرباء مولدة الشارع تغذيك ما عندك؟ لا ما سحبه مو؟ ما سحبه مو. ليش ما سحبه؟ ما سحبه مولد ما اتمكن. ما عندك؟ يعني امكانيه ما عنده. يعني تكلفة فلوس تكلفة الواير تسحبيه من المولدة؟ لا واير المولدة. ايه. ولا فلوس اطل المولدة ما عندي. ايش قد بالشارع يطول؟ عادي والله ما سحبه عارفه تسجد ما ارقد ولا اسعار انا ولا اطلع لي. وهاي الغرفة الثانية؟ اي هاي الغرفة القاعدة بيها وهاي الغرفة قافلنا بيها قراتهم هاي الغرفة؟ اي هاي الغرفة القاعدة بيها قاعدة بيها اي كل شي ما عندها هاي حتى من يجين واحد من قال بهاي طب علينا كل احنا بهاي الغرفة والله مبردة ما عندك؟ لا مبردة ما عندي زي هالثلاجة مو تبرعت بيها الثلاجة؟ هاي العقيدة تبرعت هاي مؤسسة العقيدة أي.